بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الرابع. إن الله سميع عليم. من خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أيها المسلم، من الله عليك بهذا المال الذي خولك إياه وملكك إياه لتستفيد منه في دنياك وآخرتك، فهو مال الله سبحانه وتعالى. تستفيد منه في دنياك، تنتفع به في دنياك، ولكن لا تنسى الآخرة. قدم لها من هذا المال ما تجده عند الله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة قارون الذي آتاه الله الأموال ونصحه أهل الإيمان، قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الله جل وعلا في كثير من الآيات يقول: أنفقوا مما رزقناكم، والكافرون مما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. ويقول سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلا تحسب أن هذا المال أنه ملكك وتخزنه وتجعله رصيدا في البنك ولا تنفق منه شيئا فتحرم نفسك من منفعة هذا المال. النفع الأعظم هو في الآخرة، أما الدنيا فنفعها محدود، لكن النفع العظيم والدائم والباقي هو في الآخرة. أن يتنبه لنفسه ويقدم من هذا المال ما يجده عند الله سبحانه وتعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الذي تقدمه لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، بل يضاعف أضعافا كثيرة. والذي تؤخره هذا ليس لك، هذا لغيرك، هذا للورث. ما أخرت مال الورثة، ما أخرت. الله جعل هذا المال متنقلا من يد إلى يد، فبادر قبل أن يؤخذ منك ويعطى لغيرك، بادر أن تقدم لنفسك منه، واحرص على الكسب الطيب والكسب الحلال، لأن الكسب الحرام لا ينفعك ولو تصدقت منه، لا يقبل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فاحرص على أن تقدم لنفسك، وأن يكون ما تقدمه من كسب حلال وبنفس طيبة
أيضا لو أنفقت وأنت كاره فإنه أيضا لا يقبل منك. قال الله جل وعلا في المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فتكون نفسك طيبة، وأيضا لا تمن بما أنفقت، لا تمن به على الفقراء والمحتاجين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر مثله كمثل صفوان عليه تراب. وقبلها يقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال تعالى: الذين ينفقون، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الآية: فليكن ما تنفقه من كسب حلال طيب، وليكن بنفس طيبة راغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى حتى تجده مدخرا لك. فأنت ما دمت صحيحا فلك أن تتصدق بما شئت، ولو تصدقت بمالك كله ما أحد يعترض عليك، هذا مالك تصدق منه بما شئت، وقدم لنفسك ما شئت إذا كنت في حال الصحة. أما إذا جاء المرض، مرض الموت، إذا جاء مرض الموت فإنك حينئذ لست حرا في هذا المال، يحجر عليك ما تتصرف فيه، إلا بما رخص الله لك به، وهو ثلث مالك هذا، فأقل توصي بالثلث فأقل. أما ما زاد عن الثلث فلا يجوز إلا برضا الورثة بعد الموت، فيحجر عليك بمرض الموت. أما في حال الصحة فلا أحد يعترض عليك، تنفق ما شئت في طاعة الله سبحانه وتعالى. لو تنفق الآلاف ومئات الآلاف والملايين ما أحد يعترض عليك، لكن عند مرض الموت تمنع إلا من الثلث فأقل. تنبه لذلك. وفي هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. كتب عليكم، كتب يعني فرض، الكتب معناه الفرض والإيجاب. إذا حضر أحدكم الموت أي ظهرت علامات الموت، إذا ظهرت علامات الموت على المريض، هذا معنى حضور الموت، حضور الموت ظهور علاماته في المريض.
وأيضا إذا حضر أحدكم الموت إذا وقع في خطر، ما هو مريضه لكنه وقع في خطر يخشى عليه من الموت، مثل إذا كان في المعركة في القتال فهذا أشد من مرض الموت، لأن الخطر فيه أشد. أو أراد أن يسافر، أراد أن يسافر فكذلك هذا فيه خطر، السفر فيه خطر. فالمراد إذا حضر أحدكم الموت يشمل أيضا، يشمل إذا ظهرت علامات الموت على المريض، ويشمل إذا وقع في خطر ولو كان صحيحا، ولو كان الإنسان صحيحا، لأن احتمال الموت أكثر إذا حضر أحدكم الموت. إن ترك خيرا، إن ترك خيرا، الخير هو المال الكثير، فالمال خير، قال الله جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، فالمال خير. إن ترك خيرا أي مالا كثيرا، أما إذا ترك مالا قليلا فالأحسن له أن لا يوصي، بل يتركه للورثة ولا يضايقهم. أما إن كان المال كثيرا فإنه يستحب له أن يوصي. الوصية، والوصية من الوصي وهو الوصل، فالموصي سمي موصيا لأنه وصل ما بعد الموت بما قبل الموت. فالوصية هي الإذن بالتصرف في ماله بعد موته، هذه هي الوصية، هي الإذن بالتصرف في ماله بعد موته. الوصية للوالدين والأقربين، كان في أول الأمر يجب على من حضره الموت وعنده مال كثير، يجب عليه أن يوصي لوالديه، لأبيه وأمه. والأقربين، الأقربين من إخوته وأخواته وأبنائه وأولادهم وأعمامه وعماته وأولادهم وأخواله وخالاته، هؤلاء هم الأقربون. الأقرب فالأقرب، ما كان أقرب منهم للإنسان فهو أحق، ما كان أقرب فهو أحق، ولهذا قال والأقربين ولم يقل والقرابة، لأن القرابة تشمل البعيد والقريب، ولكن الأقرب هذا يعني أن القرابة درجات، أن القرابة درجات، بعضها أقرب إلى الإنسان من بعض، فهو يبدأ بأقرب الناس إليه فيوصي له من ماله. الوصية للوالدين والأقربين. ثم قال بالمعروف، بالمعروف يعني بما جرت به العادة من غير إسراف، من غير إسراف في الوصية فيضر الورثة، وإنما يوصي بما جرت به العادة ولا يضر بالورثة. ثم قال جل وعلا حقا على المتقين، حقا أي الوصية، الوصية للوالدين والأقربين حق، ومعنى حق أي واجب، حقا على المتقين
أهل التقوى الذين يعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى يرجون ثوابه ويتركون معصية الله سبحانه وتعالى خوفا من عقابه، هؤلاء هم المتقون، سموا بالمتقين لأنهم جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية تقيهم وتحول بينهم وبين العذاب وبين النار، ولا يقي من النار يوم القيامة إلا الطاعة والأعمال الصالحة وترك المحرمات والمعاصي، هذا هو الذي يقي من عذاب الله يوم القيامة حقا على المتقين. فدلت هذه الآية على وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن كان عنده مال كثير، إن ترك خيرا، لمن كان عنده مال كثير فإنه يجب عليه أن يوصي من هذا المال لوالديه ويوصي لأقرب الأقربين إليه، هذا كان في أول الأمر. ثم أنزل الله جل وعلا بعد ذلك آيات المواريث، آيات المواريث في سورة النساء، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقال في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فلما نزلت هذه الآيات آيات المواريث نسخت آية البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إلى آخر الآية إلى آخر الآية نسختها آيات المواريث
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه غيره. فنسخت آيات المواريث آية البقرة، فلا تجوز الوصية للوالدين لأن الله أعطاهم نصيبهم من الميراث، ولا تجوز الوصية للأقارب الوارثين لأن الله أعطاهم نصيبهم من الميراث. أما الأقارب غير الوارثين فلا مانع من الوصية لهم. ثم قال سبحانه وتعالى حقا على المتقين، ثم قال سبحانه وتعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. هذا فيه، هذه الآية فيها الوعيد الشديد على من تصرف في الوصية وغيرها عن وضعها الذي أوصى به الموصي، فلا يجوز تغيير الوصية. وللإنسان ما دام على قيد الحياة، للإنسان ما دام على قيد الحياة له أنه يغير في وصيته، وله أنه يتراجع عنها، وله يزيد فيها وينقص في حدود المأذون به شرعا. لكن إذا مات الميت فإن الوصية تلزم ولا يجوز تغييرها أو تبديلها عما أوصى به الموصي. إذا كان كانت وصيته متمشية على الوجه المشروع فلا يجوز العبث فيها. فمن بدله، أي بدل كلام الموصي بعدما سمعه، بعدما سمعه من الموصي أو بلغه عن الموصي بطريقة ثابتة كالشهود العدول أو الوثيقة الشرعية المكتوبة، فإذا ثبتت الوصية عن الميت وكانت الوصية متمشية على الضوابط الشرعية فلا يجوز لأحد أن يغير فيها. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. إثم التبديل والتغيير على الذين يبدلون، أما الميت فإن له الأجر، وإن غيرت وصيته وبدلت فإن له الأجر لأنه فعل ما شرع له ونوى الخير فله الأجر. فإذا بدلت وصيته فليس عليه إثم هو، بل له الأجر، وإنما الإثم على من غير الوصية. ومن هنا يؤخذ أنه لا يجوز العبث بالوصايا وتغيير كلام الموصي وشروط الموصي، بل تنفذ الوصية على موجب ما أوصى به الموصي إذا كانت متمشية وصيته على الضوابط الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حدود الوصية، قال عليه الصلاة والسلام لما زار سعد بن أبي وقاص وهو مريض، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مريض وكان عنده مال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم
هل يوصي بماله كله؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأذن صلى الله عليه وسلم بالثلث وأخبر أنه كثير، فينبغي أن ينقص عن الثلث، أن يوصي بالخمس، بالسدس، بالربع. فالحد الأعلى هو الثلث وهو كثير، وما كان دونه فهو أفضل. إذا كان الربع أو الثلث أو الخمس أو السدس فهذا أفضل، كل ما قلت الوصية فهي أفضل، لأجل أن يترك المال لورثته ينتفعون به. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا يضايقهم الموصي ويزيد في الوصية عن القدر المشروع، فإن زاد عن الثلث فإنه لا ينفذ إلا إذا رضي الورثة. فإذا كانت الوصية على هذه الضوابط الشرعية فإنه لا يجوز تغييرها، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع لأقوال الموصي، الله يسمع ما قاله الموصي، عليم بتصرفات الذين بدلوا الوصية، سميع عليم، سميع لما قاله الموصي حينما أوصى، عليم بتصرفات العابثين بالوصية، وسيحاسبهم على ذلك، إثمه على الذين يبدلون. هذا وعيد، وعيد شديد، يدل على أنه يجب احترام وصايا الأموات، وأن لا تغير ولا تبدل إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي لتغييرها. ولهذا قال في الآية التي بعدها: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، أي إذا كانت الوصية فيها جنف وهو الخطأ، الوصية فيها جنف وهو الخطأ. من خاف من موص جنفا أي تعديا للضوابط الوصية لكن عن طريق الخطأ، هذا هو الجنف، أخطأ فيها غير متعمد، هذا هو الجنف، كأن يحرم، لأن فيه من الناس من يوصي للذكور دون الإناث من أولاده، من يوصي للذكور من ذريته، يوصي للذكور من ذريته دون الإناث ويحرم الإناث، ومنهم من يوصي لأبناء أولاده دون أولاد بناته، يقول هذا الوقف على أو هذه الوصية لذريتي ما تناسلوا أولاد الظهور دون أولاد البنات، مع أن أولاد البنات من ذريته، هذا هو الجنف، هذا هو الوصية والجنف. من خاف من هذا يغير، إذا وقع هذا في الوصية فإن القاضي، ما هو كل واحد يغير، القاضي والحاكم هو الذي يغير إلى الصواب. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، بمعنى أنه خالف في الوصية متعمدا، هذا يأثم إذا خالف في الوصية متعمدا، فهذا يأثم الموصي
إذا أوصى بوصية خارجة عن ضوابط الشرع متعمدا فهذا عليه الإثم، لأنه وقع في المخالفة متعمدا. أما الذي فعل الجنف فهذا فعل الخطأ غير متعمد. فإذا حصل أحد الأمرين، الجنف في الوصية أو التعمد في الوصية والخروج بها عن ضوابط الشرع، إذا حصل هذا فإن للحاكم وهو القاضي أن ينظر فيها وأن يعدلها على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. وإن تدخل أحد من أهل الخير فأصلح بين الموصى لهم وعدل بينهم وتراضوا فلا بأس بذلك، فأصلح بينهم، أصلح يعني رد الوصية إلى الوجه المشروع، أشار عليهم لأن تعد الوصية الموصي على موجب الشرع لأجل أن يبرأ الميت من الإثم، فرضوا بذلك، هذا طيب، هذا إصلاح، أصلح بينهم فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، غفور للميت إذا أخطأ من غير قصد، إن الله يغفر له، رحيم بعباده سبحانه حيث إنه غفر لهم ولم يعاجلهم بالعقوبة، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. وغفور أيضا لهذا الذي غير في الوصية، يريد الخير، يريد الخير والإصلاح. أما الذي يغير فيها حسب الهوى ولا يريد الإصلاح فهذا توعده الله جل وعلا بقوله فإنما إثمه على الذين يبدلون. إذن الذين يغيرون في الوصايا على قسمين، القسم الأول الذي يغير في الوصايا العادلة ويغيرها عن موضوعها هذا آثم، القسم الثاني الذي يغير في الوصايا الجائرة المخالفة لضوابط الشرع هذا مصلح، هذا مصلح للميت ومصلح للورثة، ليس هذا مأجور، الإصلاح بين الناس فيه أجر عظيم، فأصلح بينهم فلا إثم عليه بل له أجر، كما جاء في الأدلة الأخرى من أجر المصلحين بين الناس. ثم نعلم أن الوصية أيضا لها أحكام، الوصية على قسمين، تنبهوا، الوصية على قسمين، قسم واجب وقسم مستحب. أما القسم الواجب وهو أن يوصي بما له وما عليه، يوصي إذا حضرته الوفاة أو أراد أن يسافر أو يغزو ويتعرض للخطر وعليه ديون للناس، عليه ديون للناس ليس فيها وثائق، عنده قروض، عنده ديون مؤجلة، عنده جورات لكنها ما كتبت ولا وثقت، فإنه يجب عليه أن يوصي ويبين ما عليه من الحقوق، عنده ودائع للناس يبين عندي لفلان كذا وديعة، دين، حق لفلان، ولا يخليه يضيع على صاحبه، هذه وصية واجبة. وكذلك يوصي بما له على الناس، إذا كان له ديون عند الناس وليس فيها وثائق، مقرض لبعض الناس، مدين، بايع عليهم، مأجرهم ولا أخذ منهم حقه
وحضرته الوفاة ما يسكت، يوصي ويقول عند فلان كذا وعند فلان كذا، عند فلان لي كذا وكذا، وعند فلان وعند فلان، ويكتب هذا ويوثقه لئلا يضيع على الورثة. فهذه الوصية واجبة، لا يجوز للإنسان يهمل حقوق الناس التي عليه أو حقوقه التي على الناس، بل يوصي بها ويثبتها قبل الموت أو قبل أن يسافر أو قبل أن يغزو في سبيل الله. هذا القسم الواجب، وهذا هو الذي ورد فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا في الوصية الواجبة التي هي الوصية بما له وما عليه، لا يجوز له أن يتساهل ويقول أنا ما عندي خلاف الآن، أنا صحيح وأنا وما يتوقع الموت ولا يتوقع ويأجل، ما يجوز له هذا. يجب عليه أنه يكتب ما له وما عليه، لأنه ما يدري في أي ساعة وفي لحظة يموت، فيكتب ما له وما عليه. أما الديون والحقوق التي فيها وثائق شرعية وثابتة، هذه ما يحتاج ما أنه يوصي بها، هذه فيها وثائقها وفيها إثباتاتها، فلا عليها خطر. إنما الكلام في الأمور التي ليس فيها وثائق ولا كتبت، هذه لا بد يوصي بها، هذا واجب عليه. وهذه هي الوصية الواجبة بما له وما عليه قبل أن يحل به الموت، فتضيع هذه الحقوق التي له أو التي عنده للناس. أما الوصية بشيء من ماله بعد موته فهذه مستحبة وليست واجبة. الوصية بشيء من ماله يجري ثوابه عليه بعد موته، هذه مستحبة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، ولا يأثم في ذلك، لأن هذا حق له أعطاه الله إياه وتصدق الله به عليه. فإن أوصى به فهذا مستحب، وإن تركه فلا إثم عليه، لو مات وهو ما أوصى بشيء ليس عليه إثم. ثم لنعلم أن تركة الميت يتعلق بها حقوق لا بد أن نعرفها، إذا مات الميت يتعلق بتركته حقوق. أولا مؤونة تجهيز الميت، مؤونة تجهيزه من كفن وأجرة الغاسل اللي يغسله إذا كان يغسل أجرة، وأجرة الحافر الذي يحفر القبر إذا كان يحفر القبور بالأجرة، فهذه تؤخذ من رأس التركة، يبدأ بها من رأس التركة، لأن نفقته يوم أن كان حيا مقدمة في ماله، ابدأ بنفسك. فكذلك مؤونة تجهيزه بعد موته تكون مقدمة فيبدأ بها وتنفذ من ماله. ثانيا الديون، الديون التي له التي عليه، الديون التي عليه سواء كانت لله كالزكاة والكفارات والنذور، هذه ديون لله عز وجل، وحجة الإسلام وعمرة الإسلام، هذه ديون لله تؤخذ من رأس التركة قبل الإرث، الديون لله. ثم وديون الآدميين، ديون الآدميين التي على الميت
إذا كان في ذمته ديون للناس فتنزع من رأس التركة، تنزع من رأس التركة. قوله تعالى لما ذكر المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، لا تكون المواريث إلا بعد أن يستخرج الدين الذي عليه من التركة والوصية الشرعية التي أوصى بها. والدين مقدم على الوصية، الدين مقدم على الوصية بالتنفيذ، وذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية. وإن كانت الوصية مقدمة في الذكر في القرآن من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالله قدم الوصية في الذكر على الدين، ولكن التنفيذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة تدل على أن الدين يبدأ به قبل الوصية، وإنما قدمها الله في الذكر في القرآن اهتماما بها لئلا يتساهل فيها الناس، لأنها تبرع يتساهلون به، ولأنه ليس لها طالب بخلاف الديون التي للناس، فإن الناس لا يتركونها يطالبون بها، فالله قدم ذكرها على الدين اهتماما بها لئلا يتساهل بها الناس. أما عند التنفيذ فإن الديون تقدم على الوصية، فأولا يبدأ بالديون ثم الوصية، ثم بعد ذلك تأتي المواريث من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين. فإذا خلصت التركة من الديون سواء كانت لله أو للآدميين، وخلصت من الوصية التي هي في حدود الثلث فأقل، فالباقي يوزع على الورثة كل بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من فرض أو تعصيب. هذه أحكام الوصية التي يتساهل فيها الناس ويهملونها أو يغيرونها أو يبدلونها أو يتركونها ولا ينفذونها. الوصية أمرها عظيم فيجب العناية بها، ولا يجوز إهمالها والتساهل فيها، ولا يجوز تغييرها أو تبديلها من غير مسوغ شرعي يقتضي ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قام الناس على ضلال ببناء مساجد على القبور في مصر مخالفة لذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي تمنع هذا العمل، حتى أن بعضهم قال أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البناء على القبور في أحاديث صحيحة، حذر منها وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهو في سياق الموت، نصيحة لأمته، نصيحة لأمته أن يعملوا مثل عمل اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات فيهم، يعني اليهود والنصارى، الرجل الصالح والعبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وجاء في الحديث: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. ولعن صلى الله عليه وسلم
زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز البناء على القبور، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وهو من فعل اليهود والنصارى، قد نهينا عن التشبه بهم، وهذا من الغلو في الأموات، فلا يجوز هذا العمل، وهو خطير جدا على الأمة الإسلامية. وأما كونه صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد النبوي، ونقول لا، ما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته خارج المسجد، ودفنوه في بيته ولم يدفنوه في البقيع، خشية من أن يغلى فيه ويعمل فيه ما عمل في قبور الأنبياء من قبله من الغلو والبناء عليها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فدفن صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يدفن في المسجد، وإنما فيما بعد لما زيد في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك، لما زيد في المسجد أدخلت الحجرة في المسجد، وهذا خطأ لم يوافق عليه أهل العلم ولم يستشاروا فيه، وإنما هو عمل سلطاني ليس عملا بمشورة أهل العلم، لأن الصحابة كانوا يوسعون المسجد من الجهة الشمالية والغربية، ولم يكونوا يوسعون المسجد من الجهة الشرقية، حتى جاء الوليد عفى الله عنه فأمر بإدخال الحجرة التي فيها القبر في المسجد، وهذا خطأ، لكن استمر هذا لأنه لو غير وأخرجت الآن من المسجد حصل فتنة، حصل شر، فبقيت وهي محروسة، ولا أحد يعمل عندها أي شيء من الشرك أو من دعاء غير الله، محروسة، عليها حراس وعليها جدران، عليها جدران محيطة بالقبر، لا يرى ولا أحد يشوف القبر. قال ابن القيم رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فالقبر بين جدران ولا أحد يراه، وأيضا لا أحد يقف وراء الجدران ويدعو، ممنوع هذا، وفي حراس ولله الحمد من أهل الخير ومن أهل العلم يمنعون من الشيء هذا. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يقول: لنا مسجد مبني على القبور، وهو المسجد الوحيد بالمنطقة، فهل تجوز لنا الصلاة فيه؟ هذا فيه تفصيل: إن كان لكم قدرة على تغيير هذا الواقع فغيروه، إذا كان القبر سابقا على المسجد وبني المسجد عليه فإنه يهدم المسجد ويبقى القبر. أما إن كان العكس، أن المسجد قديم والقبر حدث فيه بعد ذلك، فإنه ينبش القبر ويدفن في المقابر، ينقل إلى المقابر، ويبقى المسجد على حاله، يفرغ من القبر إن كان لكم قوة وقدرة سلطة. أما إذا كان ما لكم قدرة ابتعدوا عنه، وصلوا في مسجد ليس فيه قبر، لا تجوز الصلاة ولا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد أي مصليات، والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، ابتعدوا عن هذا المسجد الذي فيه القبر
وأنتم لا تقدرون على تغييره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا علي إذا قلت أنا ساجد يا رب عهد علي بكل أسبوع عمرة إن استطعت؟ لا ينبغي هذا، لا تقول هذا، اعتمر بدون عهد وبدون نذر، خلك على سعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال لا تنذروا، وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما استخرجوا به من الرجل البخيل، فلا تنذر لا في السجود ولا في غيره، تجنب النذر وابتعد عنه. وإذا أردت فعل الخير فأمامك الباب مفتوح بدون نذر، لا هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول فيه صاحبه: يلاحظ على بعض الشباب في هذه الآونة الأخيرة إهمالهم وزهدهم في تعلم العقيدة ومدارستها والاهتمام بها وانشغالهم بأمور أخرى، فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء الشباب؟ هذا ما يصلح العموم أنك تقول للشباب كلهم على هذه الطريقة، لا، الشباب فيهم خير ولله الحمد، فيهم خير كثير، وفيهم شباب طيب ويرغبون في العقيدة ويدرسونها في المعاهد والكليات وفي حلق المشايخ، لكن بعضهم قد يكون بعضهم أنه ما يهتم بالعقيدة، ولا شك أن هذا نقص وخطأ، يجب عليهم أن يدرسوا العقيدة الصحيحة ويتعلموها، لأنها هي أصل الدين وهي أساس الدين. إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال، وإذا صلحت العقيدة صلحت الأعمال وقبلت، فهي الأساس. نعم. أحسن الله إليكم. أنا امرأة قدمت للعمرة وجاءتني الدورة الشهرية في الطريق، وأحرمت من الميقات وأنا حائض، واشترطت بقولي فمحلي حيث حبستني وبقيت في السكن. سؤالي: إذا طهرت هل يجب علي أن أخرج للميقات أو أؤدي العمرة من السكن، علما بأني شربت قهوة بالزعفران؟ جزاكم الله خيرا. أبدا، تبقين في المنزل، إذا طهرت تغتسلين من الحيض وتأتين وتطوفين للعمرة وتسعين وتقصرين من رأسك والحمد لله، ولا تروحين للميقات لأنك محرمة من الميقات، فلا حاجة إلى الذهاب إلى الميقات. والذي حصل من شرب القهوة بالزعفران يعفو الله عنه، لا تجنبيه في المستقبل، أما ما مضى وأنت غير متعمدة يعفو الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم دفن الميت في القبور المبنية في بطن الأرض، وهل يدخل ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا؟ هذا حسب الحاجة، إذا كانت الأرض صلبة، إذا كانت الأرض صلبة ومتماسكة فإنه فيحفر القبر في بطن الأرض ويعمل لحد ويوضع فيه الميت ويسد عليه اللحد ويدفن. أما إذا كانت الأرض غير متماسكة وغير قوية وغير صلبة تنهار على الميت، لا مانع من بناء يحفر حفرة في الأرض وتبنى جوانب القبر لئلا ينهال عليه التراب، تبنى جوانب القبر ثم ويوضع له للميت مكان ويوضع فيه ويسد عليه ويعمل فيه مثل اللحد. فالبناء إذا احتيج إليه في بطن الأرض بجوانب القبر لا بأس بذلك، وليس هو من البناء المنهي عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل لتجارة الحمام زكاة؟ نعم، اللي يبيع ويشري الحمام أو غيره إذا كان يبيع ويشري فإنه يزكيه، لأنه أصبح من عروض التجارة، من عروض التجارة. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من تعامل مع الساحر في سحر بعض النساء والأولاد وارتكب فيهما الزنا، ماذا أفعل لكي يغفر الله لي؟ هذا جرم كبير من ناحيتين، الناحية الأولى السحر، تعاونك مع الساحر وعمل السحر هذا كفر، تعلم السحر وتعليمه كفر،
قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إنما نحن فتنة، اللي يعلمون السحر، الملكان اللذان يعلمان السحر هاروت وماروت، يعلمان السحر فتنة وابتلاء وامتحان، لكنهما ينصحان من جاء يتعلم ويقولان له: إنما نحن فتنة، يعني اختبار للناس، فلا تكفر. هذه نصيحة دل على أن الذي يتعلم السحر يكفر. وقبلها يقول سبحانه: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كفروا يعلمون الناس السحر، فجعل تعليم السحر كفر وتعلمه كفرا، فأنت وقعت في هذا. الجريمة الثانية الزنا والعياذ بالله، هذه جريمة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ساء سبيلا. فعليك التوبة إلى الله عز وجل، عليك التوبة، ولا تقنط من رحمة الله، إذا تبت توبة صحيحة تاب الله عليك. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز رد السلام على المرأة الأجنبية؟ رد السلام لا بأس به، إذا سلم عليك أحد، رجل أو امرأة، رد السلام واجب. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إلا إذا كانت هذه المرأة ما هو قصدها السلام ولا قصدها السنة، إنما قصدها الفتنة، هذه لا ترد عليها. إذا كان قصدها الفتنة والمغازل والدعاية للفاحشة فلا ترد عليها. نعم. أما إذا كان قصدها السنة فسرد عليها. نعم. أحسن الله إليكم، ما معنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ أن تبروا وتتقوا، أكمل الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا حلفت أنك ما تتصدق، حلفت أنك ما تصدق، حلفت أنك ما تصلح بين الناس، حلفت أنك ما تزور قريبك ولا تسلم عليه، فلا يجوز لك الاستمرار على هذه اليمين، بل الواجب أن تكفر عن يمينك وأن تفعل الخير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، اعمل الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ حفظك الله، كنا مسافرين وأخرنا صلاة المغرب مع النساء وعند مع العشاء، وعند الصلاة كنت إماما ثم أقمت الصلاة بنية صلاة العشاء لأني نسيت أني ما صليت المغرب، وعند الجلوس للتشهد تذكرت فقمت وأتيت بركعة ثالثة لتكون صلاة المغرب، وعند الانتهاء أقمت لصلاة العشاء فصليت ركعتين، ما حكم عملي هذا لي ولمن كان معي مأموما؟ هذا لا يصلح، لأنك نويت العشاء فلا تحول النية وانت في الصلاة إلى المغرب، ما تحولها إلى المغرب وانت في الصلاة، كان الواجب عليك إنك أكملتها نافلة، وإذا سلمت تصلون المغرب أولا ثم تصلون العشاء. نعم، بالترتيب. نعم. أحسن الله إليكم. عليكم إعادة الصلاة، لأن الفقهاء يقولون: من انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، بطل المنتقل عنه والمنتقل إليه، فتكون هذه باطلة، فعليكم إعادة الصلاة، صلاة المغرب وصلاة العشاء. نعم. هذه امرأة حجت قبل 40 سنة وطافت طواف القدوم وهي في اليوم الثامن من أيام الحيض. هذه امرأة حجت قبل 40 سنة وطافت طواف القدوم وهي في اليوم الثامن من أيام الحيض ولم تكن طاهرة، فماذا عليها الآن؟ طواف القدوم سنة، إذا بطل لا يؤثر، إنما لو طافت طواف الإفاضة وهي حائض، هذا هو اللي فيه
الكلام. أما طواف القدوم هذا سنة، فإذا بطل لا يؤثر عليها. نعم. بارك الله فيكم، ما حكم صلاة النساء مع الإمام وهن عند زمزم في الأسفل؟ لا بس، اللي داخل المسجد يصلي مع الإمام سواء كان في الدور الأرضي أو الدور اللي تحت الأرض أو اللي فوقه أو الدور الثاني أو الثالث، لا بس، ما كان داخل المسجد جميع الأدوار لا بأس أن يصلون مع الإمام. نعم.